بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول وأم بيها النبي المختار طه الرسول يقوم من أجلها ترحيب عند الوصول يا ربي صلي على المختار هو البتول وإن وصل من سفر صلى وجال البتول تشبه باها بممشاها رواه العدول يفرح ويغضب لها ويستمع ما تقول يا ربي صلي على المختار هو البتول تحملت من فراقها أمرها المهول صبت عليها مصايب مثل سيل السيول ومن حياها سمعنا ما يحير العقول يا ربي صلي على المختار هو البتول أصل الحياة والعفاف زهرة حشيمة خجول جبريل من أجلها بالوحي جاء والنزول قد جاءت فيها الأتى فما عسى أن نقول يا ربي صلي على المختار هو البتول يم الحسن والحسين وام الرجال الفحول يا خير كل النساء يا أصل فاق الأصول هذه قصيدة عسى نبلغ بها كل سول يا ربي صلي على المختار هو البتول وتنقضي كل حاجة والعوافي حصول ننال كل المطالب والرضا والدخول بواسطتكم على المختار طه الرسول يا ربي صلي على المختار هو البتول هيا اشفعي لاجل ما تفتح جميع القفول هيا اقبلينا فإنا عند بابك نزول هيا هيا اقبلينا فإنا عند بابك نزول يا ربي صلي على المختار هو البتول قولي لي من جاك يا أمه نادم دلول قبول ما قبول والمطلوب كله قبول يا رب تقبل دعانا واكفينا كل هول يا رب صلي على المختار هو البتول وكل موذي سريعا يا إلهي زول يا رب صلي على المختار هو البتول وعمه اللذ حمزه عد حب السبول يا ربي صلي على المختار هو البتول يا ربي صلي على المختار هو البتول.